تعبير جميل لراقني في الحقيقة للقديس فرانسيس الأسيزي حين قال: البدن له هذا وله هذا، هو أخي الحمار. تعبير جميل في منتهى الروعة. قال: البدن هو أخي الحمار، أخي في أخوة معينة. الروح والبدن أليس كذلك؟ هو أخي الحمار. لماذا الحمار بالذات؟ لماذا ليس الحصان يعني؟ لماذا الحمار؟ لماذا ليس الغزال؟ لا، أخي الحمار. الحمار يجمع بين الجمال وبين ما يبعث على الضحك بصورة تثير الإشفاق. فعلاً فيه جمال وفيه ما يضحك. الحمار، الحمار كائن قوي، حيوان قوي وصبور. يقول لك أصبر من حمار، أصبر من حمار، ما في أصبر من الحمار. كائن صبور جداً وقوي وجل ونافع. وأيضاً الحمار يحتاج إلى مراقبة دائمة وإلى سياسة تراوح بين الشدة واللين، أليس كذلك؟ بين الإعطاء والمنع، يعني بين الجزرة والعصا. هذا الحمار، الحمار يساس بالجزرة مرة ومرة بالعصا. وهذا هو البدن، ليس مقدساً، ليس ممجداً، وليس مدنساً. والدين لم يأتي لكي يبعث على أن نتنكر لهذا البدن. لماذا؟ الله هو الذي بنى خطته في الابتلاء في هذه الخليقة على أن يكون الإنسان روحاً أو نفساً وبدناً. كيف نتنكر لهذا البدن؟ كيف نشطبه؟ كيف نعاديه على طول الخط؟ نتوق إلى أن ننفيه كأنما غير موجود، غير صحيح. هذا غير صحيح بالمرة، ويفشل على فكرة، وهذا يفشل، انتبهوا، يفشل باستمرار. إن نجح مرة أو مرات معدودات مع مجموعة من القديسين والأولياء والعرفاء والرهبان، يفشل مع الملايير من الناس، انتبهوا، مع الملايير. وشرع الله لم يأتي إيه للأفراد، إنما جاء للملايير.